بكم في بريف سبور. حلقتنا اليوم برعاية تونيزيا سيرفي. تونيزيا سيرفي سبيسياليست دي زيتود ديجيتال. أي شركة تحب على استبيان رقمي تنجم تتصل بها. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أدخل تعديل على برنامج الجولة الخامسة من المرحلة الأولى للبطولة. التعديل هذا أصبحت بموجب مباراة النادي الإفريقي والملعب التونسي تنطلق مع 5:30 متاع العشية عوضا على ماضي 3:30. بغيت نعطيكم تذكير بمقابلات الجولة هذه. 23 سبتمبر في المجموعة الأولى ماضي 3:30 قوافل القبصة يستضيف مستقبل سليمان، في نفس التوقيت اتحاد بن قردان يستقبل الأولمبي البيجي، ونجم الساحلي باش يكون معفى من خوض الجولة هذه. نهار الأحد 24 سبتمبر لحساب نفس المجموعة 5:30 متاع العشية النادي الإفريقي يستقبل الملعب التونسي، وفي المجموعة الثانية ماضي 3:30 الترجي الرياضي يحل ضيف على النادي الصفاقسي، في نفس التوقيت النادي البنزرتي يستضيف اتحاد تطاوين، الاتحاد المونستيري يواجه نجم المتلوي، مستقبل المرسى باش يكون معفى من خوض هذه الجولة. رئيس الهيئة المديرة المستقبل المرسى توفيق بن نسيب قرر مواصلة منح الثقة للمدرب خالد بن يحيى اللي باش يواصل مهامه على رأس الإطار الفني للفريق. القرار هذا تم اتخاذه بعد جلسة مطولة بين رئيس النادي وخالد بن يحيى، تم خلالها التطرق للنتائج السلبية اللي تحصل عليها الفريق في افتتاح مشوار البطولة وكيفية تجاوزها في الجولات القادمة. نذكر لمستقبل المرسى كان فشل في تحقيق أي انتصار خلال الأربع جولات الأولى للبطولة، وكان اكتفى بالتعادل ضد النادي البنزرتي، وانقاد إلى 3 هزائم ضد كل من الترجي الرياضي التونسي، الاتحاد المونستيري والنادي الصفاقسي. الاتحاد المونستيري أعلن أنه تبعاً لعدم ورود ترشحات لرئاسة الفريق وتعذر انعقاد الجلسة العامة الانتخابية اللي كان من المقرر أنها تنعقد البارح، فإنه تحتم على الهيئة التسييرية مواصلة مهامها حرصاً منها على مصلحة الجمعية وضمان السير العادي لها، وذلك إلى غاية موعد الجلسة العامة الانتخابية المقرر انعقادها نهار الجمعة 29 سبتمبر. شف مسؤول من الأولمبي البيجي في تصريح لمراسل تونس الرقمية بالجهة أن النادي أصبح ممنوع من الانتداب خلال فترة الميركاتو الشتوي بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وحسب المعطيات المتوفرة فإن القرار هذا ما يشملش الملاعبية اللي تعاقد معهم الفريق في الميركاتو الصيفي. نحكي تنس. اللعبة التونسية أونس جابر تتأهل إلى ثمن نهائي بطولة غواداخارا المكسيكية للسيدات من فئة 1000 نقطة بعد فوزها فجر اليوم على الأمريكية إليسيا باركس المصنفة 45 عالميا بمجموعتين دون مقابل بواقع 6-2 و6-2. هذا باش تواجه أونس في الدور القادم الإيطالية مارتينا تريفزان المصنفة 54 عالميا. نختم الريبريك متاعنا بكرة القدم الأوروبية. البارح تلعبت الدفعة الأولى لمقابلات الجولة الافتتاحية من دور مجموعات الشامبيونز ليج. هيت نعطيكم أبرز النتائج. التعادل السلبي كان حسم مباراة الميلان ونيوكاسل يونايتد. برشلونة انتصر بخماسية نظيفة أمام أنتويرب البلجيكي. لاتسيو تعادل 1-1 مع أتلتيكو مدريد. مانشستر سيتي انتصر بنتيجة 3-1 أمام سيرفينا سفيزدا، والبي اس جي فاز على بوروسيا دورتموند بنتيجة 2-0. اليوم باش تتلعب الدفعة الثانية من مقابلات نفس الدور. هات نعطيكم أبرز المواجهات. الستة غير بوع اف سي كوبنهاجن الدنماركي فريق لعبنا الدولي إليس العاشوري يحل ضيف على جالاتا سراي التركي. في نفس التوقيت يونيون برلين فريق عيسى العيدوني باش يكون في ضيافة ريال مدريد الإسباني. مباراة القمة باش تلعب 8 متاع الليل وباش تجمع بين بايرن ميونخ الألماني وضيف مانشستر يونايتد الإنجليزي اللي يضم في صفوفه لاعبنا الدولي حنباع المجبري. فحظ موفق لعناصرنا الوطنية في افتتاح مشوارهم اليوم في أمجد المسابقات الأوروبية. كان هذا كل شيء في بريف سبور اليوم. أخبارنا متواصلة على سيت تونيزي نيميريك.com. نتقابلوا في موعد لاحقة. باي باي نسلكل.